يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 2 طن من لحوم سوق الإطعام، وتم تسليمها إلى مديرية التضامن بالجيزة برئاسة الدكتور وكيل المديرية الأستاذ محمد الشمائي. وبذلك يكون مجموع ما وصل من لحوم سوق الإطعام من مديرية أوقاف الجيزة إلى مديرية التضامن 7 أطنان. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر معالي وزير الأوقاف ونشكر وزارة الأوقاف ونشكر القائمين على توصيل هذه الكمية من اللحوم التي بيتم تسليمها من خلال مجلس التضامن الاجتماعي الجيزة للأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة. شاكرين لمعالي الوزير الأوقاف على هذا الدعم للأسر الأولى الرعاية بجبر. شكرا.